خالد فلوس امشوا وخذوا جوالاتهم ترى. خالد نسمع خالد بعد اذنكم. خالد صبحك الله بالخير يا حبيبي. صبحك الله بالنور. اعطوني الشاشه يا شباب هنا خلينا نشوف وجه خالد واشوف محيا. كيفك يا خالد؟ الله يطول عمرك. حيا الله ابو سعد. وش هزي السعودي ما شاء الله ليله عيد. الله يطول عمرك. الله يسعد هالقلب. الله يسعدك ويطول عمرك ابو فزاع. ايش رايك في ظهور خالد وتميزه امس واليوم؟ انا اقول ربع ساعه ما تكفيني في 16 ساعه يا خالد. الله يسعدك. يعني انت اليوم ربع ساعه وجميل وكويس، لكن هنا في 16 ساعه في البث يا خالد انت كنز، وانت طالب من طلاب حلقات التحفيظ، يعني عندك مخزون لغوي جميل، عندك يعني ما يعني علوم القران كلها موجوده عندك، التجويد والتلاوه والتامل والامور دي كلها. خالد انت قاعد تدفن نفسك، او انها خطه انك تبغى العدد يخف، ما تبغى تحرق اوراقك. انت نجم وظهرت اليوم في الربع ساعه، وامس نقاشك عن الظلم مليان يعني خالد. الله يسعدك. طيب. والله يا ابو فزاع زي ما قلت انت فيها اشياء يعني الواحد يمكننا مخطط لها يعني مستقبلا ان شاء الله. ادري ان فيه ضعف مني يعني ان ماني متفاعل بشكل كبير، بس ان شاء الله نوعد الناس ونوعد الجمهور انه يكون فيه تفاعل اكثر واكثر باذن الله. خالد حبيبي الله علي معك يا خالد. تفضل تفضل حبيبي. شو اخبارك؟ الله يطول عمرك يا الله يصبحك بالخير ان شاء الله. صبحك الله بالنور. انا متاكد انت من شخصيات اللي باقي الان داخلها مكونات رائعه، بس باقي ما زاد الله. ما زال خليط باذن الله. لكن امامك اسبوع ونص في البرايم، الرجاء ارجوك امتعني في هالاسبوع ونص باذن الله. 16 باذن ساعه امتعني، اقل شيء في 3 ساعات، وزع لي 3 ساعات على 16 ساعه امتعني في اسبوع ونص على اشياء جميله. متاكد ان داخلك اداء وداخلك حضور وداخلك فقرة جميلة امتعنا فيها يا خالد. بإذن الله بإذن الله اني ببذل الجهد و الله يوفقك يا قلبي انا والشباب وان شاء الله ما نقصر بإذن الله. طيب خالد لبيك. اي في خاطرك شيء تبغى تقوله يا حبيبي توصله؟ سلامتك. بس الفكرة يعني كاملة هو التفاعل وكذا، ان شاء الله الاسابيع الجاية والايام الجاية بإذن الله انه بيكون تفاعل ثاني وبيكون فيها تفاعل اكثر واكثر بإذن الله. خالد ساعة على الهواء في هالقناة تسوى يوم في السوشيال ميديا، ساعة واحدة على الهواء. صدقت. تميزوا، أسأل الله ييسر أموركم، شرفتني يا بعدي. ألف شكر يا أبو سعد. الله يقويك. شكر الله سبحانه منكم وفيكم يا بعدي. في شغلة إذا تسمحوا لي، كلمة أنت قلتها خلني آخذها من طيب 3 دقائق وفزعت. طيب. من